كل حدا مننا عنده مشاغل وعنده ضغوطاته اليومية بزحمة المواقف والواجبات اليومية، بندور على مصدر بسيط لحتى يكون عنا راحة نفسية، وهالمصدر بيختلف من شخص لآخر. لكن شو هي أهم الأساليب للتخفيف من المتاعب اليومية معنا؟ رح نحكي أكثر بهدول التفاصيل مع الأخصائية النفسية الدكتورة خيرية الأحمد. صباح الخير، صباح أهلا النور، وسهلا فيك. هلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي أكثر، كيف فينا أو إمتى نحن فينا نقول إنه نحن عم نعاني من ضغوطات كبيرة بالحياة؟ بداية رح أقول أول شيء مشاغل الحياة كثيرة، عشان ما نكون هلا أول شيء نقول نحن عم نعطي حلول، بس هي كأنه ما في شيء أبدا. لا، في ضغوطات كثيرة بمجالات متعددة من الحياة، بس بنفس الوقت نحن امتى بنحكي نحن عم نعاني من هي الضغوطات؟ المعاناه من الضغوطات هي بتبلش وقت انا عم فكر فيها كثير، عم بعطيها حجم وهاله اكثر من ما هي موجوده. الشيء الثاني، انا وقت عم كون ما عم بقدر اتكيف مع الشيء اللي عم بيصير معي، بيصير عندي دائما عدم تكيف، عدم توافق، دائما تذمر، دائما عم بالغ بردود الفعل سواء كانت الانفعاليه او الاجتماعيه، او تنعكس هذا الشيء على صحتي. بصير في عدم اتزان بين الجانب النفسي وبين الجانب الجسدي، فكثير نحن من الامراض اللي هي جسديه دائما هي ذات منشا نفسي، فهي بتكون مثلا مثل الكولون، تشنج الاعصاب اللي بالمعده، هي كلها لها اثار تعود الى الضغوط النفسيه. فانا وقت بعاني من الضغط النفسي فعندي عدم قدره على التوافق، عدم قدره على التكيف، دائما عندي تذمر، دائما عندي تفكير طاغي على الموضوع، دائما مشغول بالي بهدول القصص اللي هي عم تكون بمحيطي، بحياتي، بمشاغل الحياه ومتاعبها. تمام خيرية، خلينا نحكي أكثر، ليش الضغوطات النفسية بتخفف مناعة الجسم أو بتخلي يمكن ينصاب بأمراض تانية؟ يعني بيقولوا كل ما الواحد هيك كان ريلاكس، ما كان عنده ستريس وضغوطات، بتكون صحته أحسن، ليش؟ شو السبب؟ تماما. هلا دائما حكيت هلا مثال على الأمراض ذات المنشأ النفسي، اللي هي دائما نحن بالحياة الجسم هو سلسلة متكاملة، جسدي نفسي، هذا الشيء دائما صحتنا النفسيه انعكاس الصحه الجسديه اللي هي موجوده. فانا اي موضوع هو كنت عم فكر فيه او اي طاقه سلبيه عم تكون موجوده عندي، فهي عم تنعكس سلبا على صحتي، حتى بتكوين الهرمونات انا عم بتدخل فيها. وقت هلا نحن دائما تشكيل الجسم، حتى هرمون السعاده اللي بينفرز عن طريق الجسم، عن طريق الدماغ، عن طريق المواد الغذائيه اللي انا عم باكلها، هذا كل شيء بياثر على كيف انا ينعكس على حالتي النفسيه. فدائما انا حالتي النفسيه اذا هي كانت بتفكير سلبي، ما عم بعطي مجال للهرمونات الصحيه اللي هي المناعه عم تكون دافع عن هذا الشيء، عم بكبتها، عم بعطيها ضبط اكثر لحتى هي ما تنمو بطريقه اللي هي صحيحه. فهون عم بيصير عندي ضغوط نفسيه اكثر وعم تاثر على صحتي النفسيه. اكيد خيريه، خلينا نحكي اكيد لضغوطات الحياه الى انواع، مثل عنا ضغوطات يوميه، ضغوطات عاديه، ضغوطات طويله الاجل، واكيد عنا طويله الاجل. خلينا نحكي، هل كل انواع الضغوطات يعني الى حل واحد برايك انت؟ شو الواحد كيف ممكن يطلع من كل هالمشاكل اللي عم تصيبه، من كل هالضغوطات؟ تمام. لا اكيد هلا مشاغل الحياه وضغوطاتها هي متنوعه. هلا في اشخاص بتعاني من ضغوطات هي داخليه، في اشخاص من خارجيه. داخليه كيف؟ اللي انا بعطيها عبء على حالي، دائما عم فكر فيها، دائما عندي توتر، دائما عندي الهاله السلبيه اللي هي موجوده بشخصيتي، دائما عم رافق اشخاص هم سلبيين، انا مختار اختيارات هي سلبيه. الهاله الخارجيه اللي خارجه عن ارادتي، في عندنا مجالات كثيره للضغوط. اول شيء مجال العمل، بيئة العمل، مجال العمل الوظيفي، بيئة العمل الدراسية، مجال العمل، المشاكل العائلية اللي هي بتكون موجودة خلال التعامل مع الأشخاص الآخرين، حتى المجال التفاعل الاجتماعي، أحيانا اللقاءات مع الأشخاص الآخرين، التواصل معهم، هذا كله بينعكس علي، أحيانا بيعطيني ضغوط بالحياة إذا أنا ما كنت عم بقدر أتصرف، وأحيانا لا إرادية، مثل أحيانا الظروف اللي مرينا نحن فيها، في شغلات هي ما كانت إرادية، نحن ما بدنا إياها، بس هي تحتمت علينا، سواء كان المرض أو سواء كانت أزمة الحرب اللي نحن مرينا فيها. بس بمجمل هاي الضغوط اللي احنا عم نعاني فيها، نحن يلي عم ناخذ قرار لحتى اما نلاقي فسحه مجال امل، لحتى انا ما ضل افكر بهذا الجو، ما ضل انا موجود بضغوطات الحياه، او لا انا عم بختار انه ضلي موجود بهي الضغوطات اللي هي عم تتولد عندي. مثال، الشخص اللي هو دائما على توتر، علاقته بضغوطات العمل توتر مع المرؤوس، فهو دائما حاطط بباله انه انا كيف بدي دائما على ملاثنات، على مشاحنات بين الشخص الاخر، على كيف انا بدي فشل الشخص الاخر، كيف انا لازم مارد اقول كلمه دائما لا انا ما بدي نفذ، دائما ما عم ادي واجباتي. فلا، ليش انا ما افكر بالجانب الثاني لحتى اتخلص من هي الضغوطات اللي انا عم خليها عبء وعم تخليني ما اقدر اتكيف مع مجتمعي وبيئتي العمل الوظيفي، وبالنهايه عم تعود سلبا واثار سلبيه علي.
اهم العوامل اللي هي بتكون لحتى انا اقدر اوقف عن هي الموضوع هي اول شيء مفهوم الذات وادراك الذات. كيف يعني مفهوم الذات؟ هلا كثير اشخاص بتقول ايه مفهوم الذات، بس احنا ما بنعرف شو معناتها الكلمه. يعني انا كشخص كيف بنظر لحالي، شو هي اتجاهاتي، شو هي ارائي، شو هي مشاعري، كيف ردود افعالي، هي انا كلياتها فهمانه بشخصيتي. في كثير اشخاص للاسف نحن قد ما كنا واعيين وقد ما كنا حدا كثير واصل لمرحله عاليه فينا نفهم ذاتنا لحد 90%، فهمانين ذاتنا كثير منيح. بلحظات بنقول عن حالنا نحن انه انا كيف تصرفت هيك، انا عن جد ما كنت متخيل حالي انا بتصرف بهي الطريقه. فنحن هون بيكون في جانب ما نفهمانين بشخصيتنا. فطالما نحن مدركين لذاتنا، مدركين النقاط الايجابيه، مدركين النقاط السلبيه، انا بعرف حالي امتى بعصب، امتى بوصل لذروه الغضب والعصبيه اللي هي موجوده بشخصيتي، فانا قادر لاقي فسحه المجال اللي انا اقدر خفف من ضغوطات الحياه اللي هي انا عم عاني منها. فادراكي لذاتي هو اول نقطه لحتى انا اوقف، لحتى اخفف شوي من ضغوطات الحياه اللي هي موجوده. تمام دكتوره خيريه، خلينا نحكي اكثر. يعني نحن ما بدنا ننكر انه عم نعيش ضغوط، ان كانت اقتصاديه، ان كانت نفسيه، وان كانت صحيه. أكيد. ولكن كيف فينا نتكيف مع المجتمع المحيط فينا ونخفف عن غيرنا ضغوطات نفسيه؟ يعني اول شيء مثل ما قلتي انه فينا نخفف على حالنا ونعرف حالنا، وفينا نخفف جلد للذات لحتى تقوى نفسيتنا اكثر، بس كيف فينا نحن نتعامل مع الجو المحيط؟ تماما. اول شيء قلت كثير مهم، لانه مشان ما بدي كمان الاشخاص اللي عم يسمعونا يقولوا عايشين ببيئه هي ما كانه بغير واقع عم يحكوا، لا كثير ضغوط الحياه كثير قويه، والظروف اللي عم نمر فيها اكيد كثير قويه، بس بنفس الوقت انا شخص، في شخص بيستسلم وفي شخص هو بيقدر بيقاوم. هون الفرق، كيف انا بدي اقدر قاوم؟ يمكن ما اقدر عندي مقاومه هي اللي كثير كبيره. بس باول ما كانت عم تحكي، عم نحكي على كيف المصدر اللي احنا بنقدر نلاقي، هلا يمكن هو يكون مصدر كثير بسيط وكلياتنا بنعرفه لهذا المصادر وبنتبعه، بس هي ما بنعرف انه هذا المصدر هو عم يعطينا الامل او التفاؤل، عم يعطينا شوي انه روح عن بالنا. احيانا نحن وماشيين بزخمه هالحياه، ببيئه العمل مثلا الوظيفه، بزخمه المشاغل والضغوط، وسمعت كلمه من رفيقتي ومديري وجه لي تنبيه وما قدرت مشي الشغله الفلانيه وعم فكر بابني، كثير شغلات بتكون موجوده بحياتنا، فيمكن تكون في روضه، فانا طلعت بطفل صغير نظره لطفل صغير، فهي يمكن تعطيني رياحه شوي بسيطه، راحه نفسيه بسيطه. احيانا انا اشخاص بتلاقي بالتامل بتقول لك، بتوصل لمرحله انه هي عم تحكي معها كثير معصبه، فهي بتقول لك في مجال بعد شوي نحكي. طب هو ليش بيقول لي هيدي الكلمه؟ هو عم بيتفادى كثير مشكلات هي موجوده او راح تصير، فهو بيعرف حاله وصل لزره ما عاد يقدر يناقش، ما عاد يقدر يتكيف معي انا كيف عم احكي، فهو ممكن نحكي بعد شوي. هلا هي كلمه بعد شوي نحكي فيها، هو شو عم يعمل؟ هو اما بده ياخذ، بده يقعد لحاله بينه وبين حاله ياخذ نفس، يعني يعمل استرخاء، تمرين الاسترخاء البسيط اللي شهيق زفير بطريقه هو بيلاقي فيها الاريحيه، او بده يشرب فنجان قهوه لحتى يهدي شوي من اعصابه اللي هي صارت بمرحله توتر كثير عاليه، او يمكن يقعد يقرا، او يمكن يمشي بالكوريدور شغله 10 دقائق. بنلاقي اشخاص عم تمشي احيانا، شو هذا رايح جاي؟ بنقول نحن شو هذا رايح؟ هو لا، هو ادرك انه هو وصل لمرحله ما عاد عنده قدره انه يتحمل تليفون الإجابة بسبب الظروف الاقتصاديه، مرته ما بعرف شو، ما لقيت، ما عندي المصروف المادي لحتى هيك، او مصروف الشغل او دراسه ارتبط بماده، يعني كثير مشاغل هي عم بتصير معنا وضغوطات، فهو لقى بهي الفسحه البسيطه انه بس لحتى هدي انا مشتي اللي هلا صار موجود داخلي، يعني لحتى خفف هي الوتيره الانفعال اللي انا موجود فيها. اكيد، بس انا بلاقيها طريقه كثير حلوه، يعني الواحد اذا وصل لدرجه من التوتر والغضب ينسحب، يعني تمام. ينسحب مثلا من مكالمه، ينسحب من قصه، انا بلاقيها هي شيء كثير منيح مشان ما يكثر الغلط وتكبر المشكله. بلاقي انا هذا الشيء، ما بعرف اذا تماما صحيح صح برايك. كمان خلينا نحكي تاثيرات ضغوط الحياه، انها مثلا هي نفسيه وجسديه وسلوكيه وصحيه. تمام، خلينا نحكي عنهم، خلينا نحكي عن هاي التأثيرات، قديش هي بتضر فينا، قديش يعني كله مرتبط بنفسيتنا، سواء الجسد ولا النفس ولا الصحة ولا كل شيء. خلينا نحكي عن هاي التأثيرات وبعدين نحكي كيف ممكن نعالجها. تماما. هلا بالناحية الجسدية، أول شيء نحن بيصير معنا هو بيصير في تشنجات كتير كبيرة، سواء كان بالمعدة أو سواء كان بجسد ككل، تشنج عضلي بيكون موجود، بسرعات دقات القلب بتصير دائما متسرعة، دائما بيصير توتر، وجهي أحمر، أنا دائما عم بروح وإجي، عم أمشي، حركات لا إرادية عم تطلع مني هي ما بدي أنا أطلعها، فهي هي بتكون دائما ناتجة عن هذا التوتر والضغط. بالناحية الفكرية أو العقلانية بتحسي دائما هو في عنده شرود، ما نو عم بيركز، عم تحكي معه فهو ما نو سمع، هو سمعانك بس هو ما نو عم بيركز، شو بيقلك، شو قلتي شو قلتي، فبضل عم يسأل، هو ما نو عم بيركز وما عنده هذا الانتباه والتركيز اللي هو مع موجود. الحزن والكآبة اللي بتصير تماما بالناحية النفسية، تماما حزن، كآبة، عزلة نفسية. هلا هو أحيانا أنا أحد الأساليب الأشخاص بيقولوا لي أنا كتير بحب إنه انعزل شوي، إنه بعد هي مو
عزله، هي انا عم باخذ فسحه من انه اقعد بيني وبين حالي لراجع الشيء اللي انا ساويته انه هو صح ولا لا وشو لازم اتصرف بالوقت الثاني. بس احيانا في اشخاص بتوصل معهم لحد العزله او الاغتراب النفسي، بيصير عنده الاغتراب، هو بحس حاله انه هذه البيئه انا ما انا بيئتي وانا ماني عايش بهذا المكان، فيبلش اضطراب، يأس، حزن، كآبه، توتر، غضب، سرعه انفعال، بيصير عنده دائما ردات انفعاليه ما بتتوقعيها، يعني انه انت ما كنت هيك، ليش هلا صاير هيك؟ بيقول لك انا ما عاد عندي قدره اتحمل، ما عاد عندي اتحمل من الضغوطات اللي انا عم اعاني فيها. حكينا عن النفسي وحكينا عن الصحي وحكينا عن المجمل، بمجمل الحياه كلها حتى انت كمان علاقاتك الاجتماعيه هي بتاثر عليها كثير، سواء كان مجال العمل او كمان الاجتماعي. كثير من الرفقات بيكونوا بيقول لك انه هذا الشخص كان هو منيح، شو اللي غيره هلا؟ فهو من كثر ما بيصير في ضغوطات نفسيه بيصير دائما بيصير مشاحنات بينه وبين الشخص الاخر، دائما بيصير في انه انا عم بهرب من اللقاءات اللي انا موجوده فيه. في اشخاص كثير في عندهم مسؤوليه اجتماع لازم يحضروا، يبدوا رايهم فيه، لازم يشاركوا في مقترحات، في صعوبات لازم هن يحلوها، وهن اصحاب راي، بلحظات بيعتذروا، ما بنعرف شو سبب الاعتذار. بس حلو الواحد قلت لك ياخذ بريك مع أكيد. حاله مع نفسه، يعمل راحه، يعمل يطلع مشوار قولا واحدا حتى لحاله، يعمل شيء هو بيحبه، يعني هو يكافئ نفسه بظل كل الضغوطات اللي عم بيعيشها. هون بيرجع بتحسي من اول وجديد بطاقه كثير حلوه مع المحيطين ومع كل اللي تماما. موجودين هي هي فسحه هو انا الاسلوب اللي انا بتبعه، كل انسان عنده اسلوب مختلف عن الاخر. حدا بيقول لك التامل، حدا بيقول لك انا بحب احط اغاني وارقص، حدا بيقول لك انا بحب اغني، الشخص الاخر بيقول لك بحب اتامل، بحب امشي، بحب اقرا، بيقول لك انا ما فيني بدي ضل تابع عملي، انا بس حسيت انه انا انجزت العمل فانا صرت وصلت لمرحل انه خفض التوتر اللي انا موجود عندي. يعني احيانا كمان الضغوط النفسيه كمان مشان نحكي ضغوطات الحياه احيانا بتولد ابداع، يعني مشان ما نكون دائما عم نحكي بطريقه سلبيه، اذا كان حسب ترجع لقدره الشخص على التحمل. في اشخاص قال لك انا كل ما كنت مضغوط اكثر كل ما كنت رفعت موادي اكثر، درست اكثر، نجحت اكثر، بس طبعا بترجع لطبيعه شخصيه الشخص، الشخص قادر بيعطي دافع تماما، هي مولد دائما للابداع للافكار. بس كمان حسب طبيعه البيئه اللي هو عايشها، حسب كم الضغط اللي هو عم بيعاني منه. يعني نحن يمكن نتحمل ضغط مثلا بالمجال الدراسي، احيانا فتره الامتحانات بتلاحظي كل الطلاب دائما علامات التعب، دائما علامات الطاقه السلبيه، هن عم يدرسوا بس عم يحكوا لك كلام انه هلكت، تعبت، ما عاد فيني كفي. هو عم بيعاني من مجال الضغط الدراسي، عم بيعاني من ظروف البيت اللي هو عم بيعيش فيها، بس هذا لازم هو يولف يلاقي شيء مجال انه انا لا، في عندي فسحه انا لازم استغلها، في عندي اسلوب انا بحب اتبعه، لازم امشي مثلا، لازم اتامل، لازم اقرا. هلا كثير من الاشخاص بالبيئه العمل الوظيفي بيكون عندنا شغل ننطر ربع ساعه لحتى نقعد نشرب فنجان قهوه مع بعض. تمام. كثير بيقول لنا تشربي قهوه، هلا من شوي شربنا مثلا او شربنا الصبح، طب ليه هي كلمه نشرب قهوه؟ هو بيلاقي بشرب الكافيه مع حدا بحزب بحبه وعزيز عليه وغالي عليه يمكن ما يحكي معه كل يوم ليا نشرب قهوه. يمكن هي ما بدك تحكي له ليا شيء، ما بدك تقولي له شيء انت عم تعاني منه، بس هيك تماما طالما هو شربنا الشيء اللي انا بحب، يعني بحبه، هو محبذ لي، وقعد مع شخص هو مريح، يعني يمكن بتطلع فيها بلاقي وجهه انه فيه تسامح، فانا بحس انه في اريحيه بالتعامل معه، تعطيني دائما طاقه ايجابيه. يمكن ضحكتها بتخليني احس انه لا بعد في امل، بعد في مثلا انه انا في فسحه امل انه هي تكون انه لا اليوم رح ينتهي النهار بشيء حلو بشيء ايجابي. رح نعزمك على قهوه معنا لك اليوم. اهلا وميت سهلا دكتوره. خلينا نحكي بنقطه يمكن ما كثير بنركز عليها، يلي هي مثلا منشوف كتير أشخاص بيقرمطوا أظافرهم مع اللحم أظافرهم، بيقعدوا بيهزوا كل الوقت، شعرهم بينتفوا، في يمكن لعبة على الموبايل اللي يخففوا الستريس بيضلوا عم يلعبوا فيها لحتى يروح الستريس منهم. فكل واحد صار فهمان شخصيته مثل ما حكينا ببداية الحديث، ولكن هي الظواهر اللي أو الحركات اللا إرادية من هز، من قرمطة أظافر أو نتف شعر، يعني هيك خصال مو كثير. نحن كيف فينا نستغني عن هدول العادات؟ تمام. هي نفسها مجمل اللي كنا عم نحكي عنه، المشاكل الصحيه والنفسيه هي سلوكيه، هي سلوكيات تصدر عن الشخص قضم الاظافر، هي فعلا مشكله حقيقيه وهي سببها الخوف، التوتر، القلق اللي هي موجوده عندنا. فانا هدول هي المشكله. في شيء كمان بدي احكي لازم ركز عليه كثير منيح، نحن دائما في مشاكل عندنا موجوده بشخصيتنا نحن متكيفين معها وحابينها. كثير مهم انا افرق بين شغلتين، الشخص اللي انا بدي اقله وجه له بدي ساعده، اول شيء مثل ما حكينا يعرف حاله، هو يكون عرفان انه هي مشكله حقيقيه موجوده عنده وياخذ قرار انه بده يغيرها. وفي اساليب كثير، هلا ما فيني احكي اسلوب لمشكله لانه هو كل مشكله بتختلف عن الشخص الاخر. في شيء اسمه تحليل وظيفي للمشكله، يلي مثلا انا بدي اعرف هي امتى عم تكون عنده قضم الاظافر،
باي مرحله، وقت مثلا عم بيكون وقت والده عم بيعيط عليه، في شيء اسمه، في كثير طرق وعلاجات. مثلا انا بحط دفتر بحطه عليه، مثلا انا كم مره تكرر السلوك عندي، ليش انا عم بعمل هيدي الشغله، كل ما تكرر بدي اكتب على الورقه انه هذا تكرر مره عندي، امتى تكرر؟ بالساعه الفلانيه. الهدف من تحليل السلوك اللي احنا عم نحكي عنه هو انا ادرك كم مره تنفذت السلوك، لانه انا زمان ادركته بقول ايه يمكن مره عملت هذا السلوك بس مره واحده، هو عادي ما انه كثير معي، ما عم بهول بالسيره لانه هي مشكله انا شوي متكيف معه، فهو بصير الوقت عم ينتبه وعم بيركز كم مره تكرر السلوك، فهون بيضطر ياخذ قرار انه انا هذا الشيء هو سلبي عندي ولازم اغيره. بس برجع بقول كثير مهم نحن ما نتدخل بالشخص الاخر بمشكله هي موجوده بحياته، يعني انا فيني ضويله علي، فيني نبهه علي، بس ما من حقي ابدا مين ما كنت، معالج، مرشد نفسي، اي شخص كان، حتى الاهل، اذا هو ما كان عنده قناعة تامة انه بده يغير هي العادة، نحن ما نتدخل، لانه نحن اذا غيرنا هي العادة رح تطلع عادات كثيرة هي ما نصح. اكيد هي كثير مهم هي المعلومة، كثير نحن كثير نتدخل، للاسف نحن اشخاص فضوليين، ليش هيك لابس اليوم، ليش هيك عامل، ليش انت بضل تعمل هيك بعينك، ليش بضل، هي الحكيات كثير بنسمعها بين الاولاد، فلازم هيدي القصة تكون انه هي تكون هو متكيف معه، هو متأقلم معه، هو بجوز يكون حاببها، ما عم نحكي على القضم الاظافر وهيك، ولا اكيد واذا حب يبتعد عنا بتروح، اكيد بتروح، بس اهم شيء القناعه، الاختيار، يعني انا بارادتي صار بدي قررت انه انا بدي غير العاده، والمتابعه والاستمراريه، يعني مو اخذ قرار مثل الاقلاع عن التدخين، اذا انا ما عندي قناعه فيه، ما اقتنعت فيه ابدا ابدا ما بدي غيره. بس طبعا لكل الاشخاص حاجه الدخين كثير، هدول القصص الضغوطات اللي عم بيعاني منها انه حتى يبطل التدخين بده يساير المجتمع، بس هو ما انه مقتنع، هو رح يرجع، هو رح يرجع 100%، هو حيبقى او حيرجع يدخن، هو قرار تماما، يعني هو قرار شخصي بلاقي انا هذا الموضوع. دكتوره، مثل كثير من الاشخاص مثلا بيسالوا، مثلا كدكتوره كثير كب اكيد عم تعاني من ضغوطات بالحياه، أكيد. كيف ممكن انت تتعاملي معها، كيف ممكن تتعاملي مع المحيطين، واكيد هذا السؤال بيرجع لك كمان ليا، كيف تتعاملي انت مع ضغوطات الحياه اليوميه، كمان مع اهلك، مع عائلتك، وكيف هي طريقه التعامل؟ خلينا نحكي عن هالموضوع. كل شخص له حياته وله اسلوبه اللي هو بحبزه. هلا انا شخصيا بحكي عن حالي، انا حدا كثير بيشغل حاله بالوقت، يعني حدا ما بيحب ضيع، ما بحب مثلا اتواصل كثير مع الاشخاص الثانيين، اسمع مشاكل الاشخاص الثانيين لحتى ما ينقلوا لي الطاقه السلبيه، مع انه هو احد مهامي كاخصائيه نفسيه، احد مهامي انه انا اسمع الاشخاص، بس انا بسمع بارادتي، يعني انا بقول مثلا تجي رفيقتي لتحكي لي مشكله، فانا بقول لها بدي اعتذر منك والله عندي شغل ما فيني اسمعك، ممكن بعد شوي او ممكن مثلا لليوم الثاني. هو الهدف ليش؟ انه انا بيكون عندي مشاغل تطلب مني انه يكون براحه نفسيه، بكون طاقه ايجابيه، عندي اجتماع، فانا ماني مضطره اسمع بلحظه طاقه سلبيه واجي ولدها بالاجتماع اللي انا موجود عندي. فانا كمان لازم اتحكم بالاشخاص اللي هن محيطين فيني، اشخاص سلبيين انا فيني ابعد عنهم باللحظات اللي انا ما فيني اخذ طاقه سلبيه منهم، بكل لباقه بكل احترام بعتذر منهم، فينا ناجل الحكي لبعدين بعد اذنكم، انا ماني فاضيه هلا. هو الهدف مو انه انا ما بدي اسمع او انا ماني حدا متعاون مع الاشخاص الاخرين، اكيد لا، بس انا بظرف بتحكم علي يكون موجوده طاقه ايجابيه عندي بنقلها لاشخاص اخرين، عندي اجتماع، عندي مبادره، عندي فعاليه، بدي حاكي اشخاص، فانا لازم اكون بطاقه ايجابيه. فقد ما كنت حدا واعي وقد ما كنت حدا عنده طاقه ايجابيه، فاحيانا للاسف متاثر بالطاقه السلبيه اللي هي موجوده أكيد. فينا، فانا فيني بكل بساطه ابتعد عن الجو اللي هو هلا ما انه مناسب اخذه، فيني ساعد بالاوقات اللي انا عندي طاقه ايجابيه وبعد عندي استراحه، فانا قادره افرغ الشيء السلبي اللي اخذته من الاشخاص الثانيين الاخرين. أكيد. بلاقي بالاسترخاء، بالقراءه، بالتامل، مثل ما حكينا، بشرب فنجان قهوه مع حدا انا كثير عزيز علي، وبنظره الاطفال البريئه. اكيد. وليا بالختام انت شو؟ انا يمكن بحب اسمع اغاني او بحب انزل على السوق اعمل شوبينج مثل كل الصبايا. قد ايه بتخفف ستريس مات الليله؟ لا كثير حلو، هي اهم شيء صح، بس لحتى من قبل نحن عم نحكي، هلا ما بقى نسترجي بال هلا بنمشي حتى اغاني بنمشي بنتفرج يعني. دكتوره خيريه شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لنصايحك القيمه اكيد. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. ميرسي ويسعد صباحك. صباح.